السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا دي كلها. يا رب يخليكوا لينا يا احلى اخوات في الدنيا، وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا، ولا من كلامكم الحلو ولا من تعليقاتكم الحلوة، ويبارك لي فيكم. نصلي على النبي كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، ونخش على الفيديو. انا النهاردة بتحدى نفسي، انا طالعة لوحدي اتحدى نفسي. معايا ايه؟ طبق الرز ده، معايا صينية البطاطس باللحمة، معايا طبق الكوارع المزيف، كوارع اللي هي الماسورة او العظم او كده، تمام. ونبدأ الفيديو ونصلي على النبي ونقول بسم الله توكلنا عليك يا كريم. الليمون كده بس عشان ايه؟ نعرف ناكل، تمام. تعالي يا بنتي يا شوشو، بسم الله. ناخد دي كده معلش عشان نعرف ناكل يا جماعة، او معانا مخلل. الصينية دي شطة نار، شطة نار، بسم الله. التحدي على ايه؟ اخلص بقى اللي خلص، بسم الله. ادعوا لي ربنا معايا، او مش تحدي، طالعة ناكل مع بعض ونرغي مع بعض، عشان ايه؟ بدل ما انا طبخت وعايزة اصور وكده، فما كنتش هصور صراحة لظروف يعني خاصة كده شوية، بس قلت لا، بدل طبخت يا بنتي يا شوشو صور. وحبايبك هيشجعوكي ومش هيسيبوكي. اوف بقى، اوعى وشك. انا قررت اصور، خلاص يبقى اصور. انا مش عارفه اقول لكم يعني، انا كتر خيري ان انا طالعه اصور، وانتوا كتر خيركم ان انتوا هتحطوا لي ايه؟ هيحطوا ايه يا ماما؟ اللايك، اللايك. بابا مصور والله. اقفوا جنبي يا جماعه. لحمه جميله قوي 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 قوي. جماعة جماعة بالله عليكم ما تشمتوش حد فيا، انت ما كلتش. اما تسلم ايدك يا ماما قبل التصوير، والله راحت فين؟ تسلم ايدك يا بنتي يا شوش. قلبي شوشة، ايه رايك يا ماما بالله عليك؟ يا بنتي تسلم ايدك، تسلم ايدك يا بنتي يا شوش. جماعه انا محروق دمي وعايزه اتكلم، مش عارفه اسكت. اسكت ولا اتكلم؟ مش عارفه اتكلم. حماد ما تغمزنيش، انا عارفه بقول ايه لو سمحت. انا فصلت، محمد بيقول لي ما تتكلميش. اتكلم ولا ما اتكلمش؟ محمد خايف عليا، بس اكتر من كده هيحصل لنا ايه بقى؟ بامانه اكتر من كده هيحصل. بصوا اللحمة، ايه ده يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ والله العظيم اللي احنا فيه ده هرج ومرج. محمد خايف عليا، بس هيحصل لي اكتر من اللي احنا فيه ده. جماعه ولا بشيش؟ اقول ولا ما اقول؟ اقول ولا هو ايه كمان ده؟ والله العظيم الواحد محروق دمه من الصبح. صحينا على بتاع النور بيخبط، والله العظيم ما تتخيلوش النور كام، ما تتخيلوش. مش هقول ايه حاج، النور عامل كده ليه؟ اصله زاد 40%، فاحنا شعب مرفه.
فعلا احنا شعب مرفه، فبيزودوا علينا النور 40%. ايه يعني ده 40%؟ يعني ايه يعني النص بالنص؟ والله حرام، والله حرام اللي بيحصل في الناس ده، والله حرام. بصوا دي انا ما نقدرش نستغنى عن التكييف عشان ماما، استحالة نقفل التكييف. التكييف ده اهم من الاكل والشرب بالنسبة لماما، يعني هو ده روحها. تزود 40%، ندفع 2700 جنيه نور ليه؟ حتى الموظف معاه كام عشان يدفع 2700 جنيه نور؟ هو مش عايزين اتكلم، خايفة عليا. على الله. ماما بقت تقول حطوني في حتة وصوتي يوصل لأي حد. ايه يا جماعة؟ ايه مدارس داخلة ودروس وكتب واستلاب ونور يغلى 40% ومية تغلى مش عارفة كام وإيجار شقق. ده 3000 جاي انت فجونا بيهم، ازاي نعمل ايه احنا؟ ده هزار بجد، ده هزار، ده حاجة مش طبيعية. وربنا أمي سكرها عالي، وحياة ربنا ماما سكرها عالي. مين معايا يدفع المبلغ ده؟ يا اما يتقسط، خدوا بقى حليني بقى لغايه ما تدفعوا، يفضل يتضاعف في القسط ما يخلصش، يتضاعف ما يبقى. خلوه على الله، بس لو لقيتوني مش موجوده بقى هاتوا لي عيش وحلاوه وتعالوا. نجيب لك مربى كمان؟ لا عيش وحلاوه. والله العيشة بقت صعبة قوي فعلا، واحدة زي دي عيانة. لازم التكييف، دايما من غير التكييف ما تعرفش تقعد اساسا. يا اما تقطعوا النور والعيان يموت برضه، تقطعوا بقى 3 ساعات وخمس ساعات في اليوم وست ساعات، العيب فينا احنا. يا خوفي ما تنسوش العيش والحلاوة. الأكلة الجميلة دي أكل وحش وحلاوة. والله العظيم الوضع صعب. صعب صعب يعني. الله الله يا جماعه، والله يا الله. بس حطوا اللايك بالله عليكم، شجعونا ان احنا نستمر في القناه. لحمه حلوه قوي. نسيت اجيب ميه. ايه رايك انت في اللحمه؟ في اللحمه عايز ميه؟ لا يا حبيبي، طيبه دوب. انا عايزه ماما تقول لي تسلم ايدك يا بنت يا شوشو. والله تسلم ايدك يا بنت يا شوشو. ايه رايك لما اقطع الحته اللي كلمت فيها ولا سيبها؟ لا سيبيها. انت عايزه توصلي صوتك، تفتكري لو وقف يعملوا فيا ايه؟ ما تخافيش عايز خطوك يا انا بحب اللحمه بالصوص. انا بقى بحب اللحمه تحفه عليا، مش مستويه قوي، بس انا بسويها عشان هم في البيت. بحب اللحمه والحاجات دي بتشد سنه. مين زيك؟ كوارع كوارع يا بوي. تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو.
انا ما باكلش بالشمال باليمين، بس انا عملت للتليفون ضبط مصنع فعكس الاكل، بس اخويا يجي ويظبط لي الدنيا، هو اللي بيعرف يجيب اليمين يمين والشمال شمال. انا اخويا بيعدل الميله، انا بعوج الميله بصراحه. بتعوج الميله ولا بعوج المصلحه؟ المصلحه امال ايه؟ مام بتتقال ايه؟ تخبطك؟ إنه البهاريز يا سادة. مش عارفة ماما توصلي؟ عايزة ايه؟ بتقولي بتعوجي الميلة. هي بتتالي ازاي خرب بيتك؟ بتعوجي العدلة. سخنة نار يدعلنا والله جد، يدعلنا ربنا يا قوي. عش ربنا مش فيا بعد الله. احنا بقينا ماشيين مش شايفين قصادنا. بحبش اتكلم في اي حاجه، بس فعلا فعلا وربنا دمنا محروق. ايه العيشه اللي بقينا فيها دي؟ ده ذنب مين؟ ده ذنب مين بيطلع علينا؟ يلا ربنا ينجينا. وبالله عليكم خلاص مش هنتكلم في المواضيع دي تاني، مش هنصدر طاقه سلبيه، بس فعلا والله العظيم احنا اتصدمنا. انا عايزه اقول لكم ماما سكرها الف سايت 40%، 40%. ده احنا يلا ربنا ينجينا. انا زودهم في الثانويه العامه حلوه. كنا دخلنا طب صح؟ اه والله يا ماما، والله العظيم الواحد بصوا ربنا يعلم. واعذروني لو انا مش في المود، وادعوا لنا كتير بفك الكرب، وادعوا لها يعني ربنا يفتحها في وشي عشان اليومين دول بامانه، ورب يعني وربنا وربنا كل حاجه بايظه في وشي. فادعوا لي كده ربنا يفك كربي ويفتحها في وشي ونرجع زي الاول. وبس انتوا اخواتي ومتعشمه فيك وبفضفض معاك على السراء والضراء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالله عليكم تشتركوا وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس. سلام باي.